بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ان شاء الله النهارده مع بعض شرح الهيومن ذا هيومن دايجستيف سيستم بارت 2. النهارده ان شاء الله هنبدا بقى ناخد معلومات اكتر شويه، كلام اكتر، حاجات اكتر نعرفها على ذا هيومن دايجستيف سيستم. نبدا كده مع بعض بسم الله. في الفيديو اللي فات طبعا كنا خدنا خلاص ان ذا هيومن دايجستيف سيستم عرفنا بيتكون من ايه. ذا هيومن دايجستيف سيستم كونسيست اوف حاجتين اتنين وعرفناهم خلاص، دلوقتي مذاكرينهم كويس، الدايجستيف كانال والايه كمان والدايجستيف كانال سبلمنترز. النهارده ان شاء الله بقى هنبدا نتكلم على الدايجستيف كانال بالتفصيل. احنا كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا على الدايجستيف كانال بس خدنا المعلومات الرئيسيه الكبيره عن الدايجستيف كانال. النهارده بقى هنبدا نتكلم على كل جزء من اجزاء الدايجستيف كانال دي واحده 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 بالتفصيل، ونعرف كل المعلومات اللي عنها وايه هي الفانكشن بتاعتها، وظيفتها ايه، وايه اهميتها، وكل حاجه عنها في فيديو النهارده ان شاء الله. اول حاجه خالص هبدا اتعرف عليها في الدايجستيف كانال، اسماء الاورجانز اللي موجوده في الدايجستيف كانال. يبقى اول حاجه هناخدهم واحده واحده عشان ما نتلخبطش، اتعرف الاول على اسمائهم وبعد كده ابدا اخد كل حاجه فيهم لوحدها بالتفصيل. يبقى عندي الدايجستيف كانال، اول حاجه في الدايجستيف كانال لو فاكرين كان اسمها ايه، كنا خدناها الفيديو اللي فات كان اسمها ايه. طبعا اول حاجه خالص كانت بتقابلنا في الدايجستيف كانال كانت الماوث اول حاجه. تاني حاجه بعدها دلوقتي هنتعرف عليها اسمها ايه، الجزء ده بس اسمه ايه، الجزء ده بس اسمه فارينكس. فارينكس الجزء ده، بعد كده هلاقي فيه الجزء الطويل ده اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايه، اسمه اسوفيجس. اسوفيجس بعد كده الجزء الطويل ده هينزل وياخد شكل تاني خالص، ده اللي انا بشاور عليه دي اسمها ايه، دي طبعا ستوميك. بعد كده الستوميك هتبدا بعد كده الجزء اللي انا بشاور عليه اللي جوه ده اسمه ايه، سمول انتستين. وبعد كده الجزء التخين اكتر او الغليظ اكتر اللي انا بشاور عليه ده معايا كده اللي بيبدا يتحرك يتحرك ده لغايه ما بينتهي بيه الانيس فتحه الشرج دي، دي طبعا اسمها ايه، لارج انتستين. تاني وبالراحه خالص علشان احنا ناخد الدايجستيف سيستم ودايجستيف كانال هنبدا نتكلم عليهم بالراحه وبراحتنا خالص، عشان لازم نكون عارفين كل حاجه من الحاجات دي اسمها ايه. مش هاجي وانا بذاكر ما اعرفش افرق بين ايه، يا ترى كانت الفارنكس دي كانت ايه وكانت مكانها فين، طب الاسوفيجاس كان اسمه ايه وكان في مكانه فين. لازم اول حاجه خالص قبل ما ابدا اشرح التفاصيل عايزين بس اول حاجه نعرف اسمائهم. اسمائهم مش صعبه. اول حاجه هنا عندي ايه، ماوث، فارينكس، اسوفيجس، ستوميك، سمول انتستين اند لارج انتستين. فين فين اماكنهم؟ اول حاجه هنا خالص، اول حاجه الايه، ماوث، الفارينكس لغايه هنا بس، او من هنا لغايه هنا بس الفارينكس. بعد كده الجزء اللي مشار عليه اسمه ايه، اسوفيجس، ستوميك، سمول انتستين، لارج انتستين. هبدا بعد كده دلوقتي حالا هبدا بقى اخد كل حاجه من الحاجات دي بالتفصيل خالص، اخد كل اورجان لوحده، كل عضو لوحده، اورجان يعني اتفقنا الفيديو اللي فات اورجان يعني عضو خلاص. يبقى هاخد كل اورجان وابدا اتكلم عليه بقى بالتفصيل واشوف هو ايه اهميته، ايه بيكون من ايه، كل حاجه في الاورجان اللي انا شايفه قدامي. وهنبدا بالايه، بالماوث. الماوث عندي بيتكون من ثلاث مكونات مهمين طبعا، اول حاجه تيث، وتاني حاجه تونج. تاني اول حاجه التيث اللي اسنان، تاني حاجه التونج اللي هو اللسان، وتالت حاجه سالفري جلاندز. سالفري جلاندز الغدد اللعابيه. هبدا اتكلم عن كل واحده بقى فيهم بتفصيل اكتر. هبدا بالمين، تيث، هبدا بالايه، بالاسنان، اشوفها هي عباره عن ايه وكلها شبه بعض ولا لا. هنيجي للتيث اول حاجه. they are 32 teeth in an adult's mouth، يعني كل الاسنان اللي موجوده في كل الماوث قد ايه، 32. تمام، طب متوزعين ازاي بقى؟ هنيجي 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. يعني عندي 16 في الابر جو، يعني الابر جو يعني الفك العلوي فوق،
هيبقى عندي 16 و A عندي في اللارجو في عندي برضو 16. طيب ال 16 دول برضو يا ترى تقسيمتهم ايه بقى عشان اجي اصنفهم كده؟ اول حاجة عندي هبص الاقي، هنشرح على الشو اللي فوق كده ونبص مع بعض، هلاقي في عندي 4 incisors دي اللي هي القواطع اللي هو عد كده مع بعض، 1 2 3 4 دول بسميهم ايه؟ بسميهم 4 incisors، بيقطعوا الاكل، cut and tear food، بيقطعوا الايه؟ الطعام بتاعي. يبقى في عندي 4 فوق اهو، احنا بنشرح على الفوق بس زي هو اللي فوق هو نفسه اللي تحت، يعني هنا 4 incisors وهنا 1 2 3 4 4 incisors برضو، احنا بنشرح الاثنين زي بعض بالظبط، دول 16 ودول 16. طيب بعد كده بقى هاجي بعد الاربعة دول خلاص خلصوا كده، هشوف اللي جنبهم في عندي ايه؟ 2 canines. الكينينز دي اللي هي الانياب، اللي هو ده اللي انا بشار عليه واخوه اللي قدامه اللي هو ده، يبقى كام واحد؟ 2 canines، يعني نابين، واحد يمين وواحد شمال، وزيهم طبعا تحت يمين وشمال في اللور جو. بعد كده خلاص خلصوا عندي الايه؟ الفور انسايزرز، وخلصوا كمان عندي الايه؟ ال 2 canine. هبدا بعد كده اشوف المولارز. المولارز دي اللي هي الضروس بقى اللي عندي، كام واحد؟ 10. كام واحد؟ 10. متوزعين ازاي؟ 2 منهم، الاثنين الاولانيين خالص دول بقول عليهم ايه؟ 2 premolars، يعني ضروس اماميه، الاثنين في الاول خالص دول، يبقى هنا وهنا. بعد كده في عندي وراهم على طول 6 molars. 6 molars دي هي الضروس اللي ورا بقى، الضروس العاديه، في ضروس اماميه اللي هم دول، وفي عندي ورا 6 molars. يبقى ده عندي تركيب الايه؟ الماوث. لو جالي كومبليت، the mouth is consist of space and space and space, teeth, tongue و salivary glands. هشوف تاني حاجة دلوقتي التونج هيكون ايه هي وظيفته؟ ايه وظيفة اللسان؟ بعمل بيه ايه اللسان؟ اللسان اول حاجة التونج ليه تلات حاجات مهمة بيعملهم. اول حاجة it mixes food with saliva to help in food swallowing، يعني بيساعد في خلط الاكل بالسلايفا، بالسلايفا دي اللي هي السائل اللي موجود جوه الماوث، ده اسمه سلايفا. بعد ما بيحصل ميكس للفود ويز سلايفا في الماوث، هيحصل ايه؟ هيساعد الفود ده انه يحصل له ايه؟ سوالوينج، اللي هو اعرف ان انا بلعه. سوالوينج يعني بلع. تاني حاجه it moves food inside the mouth cavity، لما اجي انا الكلمه دي زي ما اللي احنا عارفينها، يعني بمضغ الاكل، يعني ابقى احركه بالتيث، اكله بالتيث، وبعد كده ابدا احرك الاكل يمين وشمال جوه بقي عشان ابدا احرك جوه الماوث. يبقى مين بيحرك الاكل ده؟ التونج طبعا، اللسان بيبدا يحرك الاكل جوه الايه؟ الماوث كيفيتي. نمبر 3 از ريسبونسبل فور تيستينج فود، طبعا هو المسؤول عن تذوق الطعام، اعرف ان انا الاكل ده مر، مالح، حلو، مش حلو، كل ده بعرفه عن طريق الايه؟ التونج. يبقى لازم ان انا لازم اعرف الفانكشن الخاص بالتونج ايه. اول ما اشوف كلمه تونج ابقى عارف ايه هي الحاجات اللي بيعملها. it mixes food with saliva to help in food swallowing. نمبر 2 it moves food inside the mouth cavity، بحرك الاكل جوه الماوث كيفيتي. it is responsible for tasting food، مسؤول عن تذوق الطعام. اخر حاجه بقى salivary glands، الغدد الايه؟ اللعابيه. الغدد دي او salivary glands كم واحده؟ 1 2 3. they are 3 pairs. 3 pairs يعني 3 ازواج، يعني هم على الناحيه اليمين والناحيه الشمال، كل ناحيه بيكون موجود 2 متقابلين، يعني هنا 1 2 3، دول ايه؟ 3 pairs of salivary glands. they secrete saliva in the mouth. ان هم وظيفتهم ايه دول بقى؟ هم اللي secrete دي معناها بيفرز السلايفا، بيفرزوا السلايفا اللي هو السائل اللي موجود جوه الماوث ده، اسمه السلايفا. مين اللي بيعمل لهم secrete؟ طبعا الايه؟ السلايفري glands. saliva has
a digestive substance called enzymes. السلايفه دي سلايفه فيها حاجة اسمها enzymes، دي بتعمل على digested لنوع معين من الطعام اللي موجود اللي انا باكله. يبقى في نوع معين من الفود بيحصل له ايه عن طريق الانزيمز اللي موجوده جوه الماوس دي. الانزيمز دي بتيجي من ايه؟ من السلايفا. السلايفا بتفرز الايه؟ الانزيمز دي. الانزيمز دي بتبدا تعمل لي دايجست للايه؟ نوع معين كده من الاكل. يبقى عندي الانزيمز. الانزيمز ايه هي الانزيمز؟ دايجست starches، بتهضم starches and converts them into simple substance known as sugars. يعني بتهضم الايه؟ starches النشا، بتهضم النشويات وبتحولها لايه؟ سكريات. starches بتحولها لايه؟ لsugars. يبقى عشان نبقى متفقين، اول حاجة خالص في عندي انواع كتيرة من الاكل بناكله. اول حاجة خالص بتقابلني للايه؟ النشويات اللي هي starches. starches دي الحاجات زي البطاطس او اي حاجة ايه، مكرونة، بطاطس، الحاجات دي كلها بتبدأ يحصل لها digest. فين اول حاجة؟ في الماوث. مين اللي بيعمل لها digest؟ الانزيمز. الانزيمز ده بيجي منين؟ من السلايفا. السلايفا دي من اللي بيعملها سكريت السلايفري جلانس، الغدد اللعابية. تمام. تاني عندي اهي اول حاجة بتقابلني، اول سبستانس بيقابلني بيحصل له عملية دايجست، بيحصل له عملية هضم. الايه؟ ستارتشز. ستارتشز دي اللي هي النشويات، نشويات الحاجات اللي هي زي ما قلنا البطاطس والمكرونة، الرز، الحاجات دي كلها بقول عليها ستارتشز. بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها دايجست. فين؟ في الماوث. عن طريق مين؟ عن طريق الانزيمز اللي مين بيحصل له سكريت من مين؟ من السلايفا. طب السلايفا نفسها بيحصلها سكريت من فين؟ من عن طريق الايه؟ سليفري جلاندز. يبقى اول حاجه خالص لما نسال ان ستارتشز بيتم دايجست في انه مكان بالظبط، نقول على طول في الماوث. بتبدا الايه؟ الماوث هنا بيحصل دايجست لمين؟ للستارتشز، للنشويات. هناخد بعد كده الفات، وهناخد بروتين، وهناخد الحاجات التانية، ونعرف كل الحاجات دي هيتم هضمها في انهي اماكن بالظبط في الدايجستيف سيستم. بعد ما خلصنا بقى خالص الماوث وعرفنا كل حاجه فيه، نبدا في تاني حاجه في الدايجستيف كانال اللي هي الجزء ده. بقى ده هيبقى اسمه ايه؟ لسه يعني اخدينه من شويه، طبعا كان اسمه فارينكس. الفارينكس ده عباره عن ايه؟ common cavity lead to esophagus and trachea، عباره عن تجويف مشترك ما بين الايه؟ ما بين esophagus والتريكيا. هناخده بالتفصيل ان شاء الله كل الوقت، بس عايزين نعرف ان هو common cavity تجويف مشترك ما بين الاسوفيجاس والتريكيا. هنعرف عنه اكتر بالتفصيل اكتر لما نوصل لدرس الريسبيراتوري سيستم ان شاء الله. نيجي بعد كده نشوف الحاجه اللي بعدها، الجزء ده كان اسمه ايه؟ افتكر كده كان اسمه ايه. احنا خلصنا خلاص اول حاجه في الدايجستيف كانال، خدنا الماوث، وخدنا تاني حاجه الفارينكس، تالت حاجه دي اللي هي الايه؟ الاسوفيجاس. الاسوفيجاس عباره عن a muscular tube in which food moves from the mouth to the stomach. بيبدا تجويف طويل عضلي بيحرك الاكل من الايه؟ من الماوث، ويوصله لمين؟ ويوصله ليه؟ للستومك. بكده نكون خلصنا الفيديو ده بارت نمبر 2، عرفنا كل اللي عرفناه. الدايجستيف سيستم كان بيتكون من اول حاجه الماوث، بعد كده فارينكس، اسوفيجاس، ستومك، سمول انتستين، ولارج انتستين. طبعا بعد كده خدنا احنا كل اللي خدناه الماوث والفارينكس والاسوفيجاس. المره الجايه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدا نتكلم بقى على الستومك والسمول اند لارج انتستين. بتمنى ان احنا نكون استفدنا. بتمنى برضو ان احنا الفيديو اللي جاي ما نشوفهوش الا ما نكون مذاكرين الحاجات دي كويس جدا، نذاكرها كويس جدا، الساينس او الدايجستيف سيستم خصوصا. كمان معتمد ان انت تذاكر كل حاجه اول باول. لو جيت عايز تنط على حاجه مره واحده هتلاقي نفسك لازم تكون عارف الحاجات اللي قبلها، مش هتيجي تعرف معلومات عن حاجه جديده وانت مش مذاكر اللي فات. الفيديو اللي جاي عايزين
ان شاء الله نحضره، بس نكون عارفين كويس جدا ومذاكرين كويس جدا الماوث والفارينكس والاسوفيجس، خلاص عارفينهم عشان نبدا في الجديد واحنا يعني ايه مطمنين كده وبالراحه وما يحصلناش اي لخبطه. متشكره جدا ليكم. لو عجبنا الفيديو ندوس لايك، لو حبينا يوصل لنا بقى دروس جريد فور على طول نضغط على سبسكرايب ونفعل الجرس. شكرا ليكم.